صرح شكيب بن موسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بأن تقرير اللجنة التنموية يرتكز على تاريخ المملكة المغربية وهوية المغاربة القائمة على قيم الانفتاح والحوار، مضيفا في تصريح صحفي أن تقرير اللجنة يقترح خيارات استراتيجية وآليات لتعبئة المواطنين من أجل تنزيله وتتبع تنزيل النموذج التنموي. أولا بتعبر باسم جميع أعضاء اللجنة على امتناننا على هذه الفرصة اللي تاح صاحب الجلالة الله ينصرو لأعضاء هذه اللجنة باش تساهم في هذا الورش التنموي الجديد. وهذا التقرير ديال اللجنة هو تيرتكز على تنطلق من التاريخ العميق ديال المغرب، تنطلق من الهوية المغربية، تنطلق من القيم ديال اللي تداول داخل بلادنا منذ سنين ديال الانفتاح ديال الحوار لبناء واحد المواطنة متجددة. وفي نفس الوقت التقرير هو تقرير مبني تيحاول يقترح واحد الطموح في افق 2035، تيقترح ايضا واحد الطريق اللي واحد المرجعيه ديال التنميه، واحد الطريق اللي يمكن الى مشينا فيها بطريقه مشتركه نجعلوا الاهداف اللي هي مرتبطه من ذاك الطموح نجعلوها اهداف اللي هي تنجز واللي في عين الواقع واللي عندها اثار على المواطنين. وتقرير تيقترح ايضا عده اختيارات استراتيجيه وتقترح اليات لا للتعبئه، لتعبئه جميع المواطنين في وضع هذا وتفعيل هذا النموذج التنموي، وايضا آليات لتتبع وتحفيز تنفيذ هذا النموذج. وفي الأخير يمكن غير نأكد على أن المرجعية أو الفلسفة ديال التقرير هي تتأكد على تحرير الطاقات وتتأكد على استرجاع الثقة. ونظن هادو مواضيع اللي هي جد جد مهمة، لأن تحرير الطاقات يعني أيضا رفع من القدرات، يعني جعل يعني الإنصاف بالنسبة لجميع المواطنين، يعني في نفس الوقت إعطاء إمكانية للجميع باش يبتكر باش يجتهد باش يخلق باش يشارك أيضا في عمليات التنمية. من طبيعة الحال هذا خصو يكون في واحد الإطار اللي هو التقرير تيقترح باش يكون واحد الإطار ديال الثقة، إطار ديال أيضا ديال المسؤولية ديال كل الأطراف باش نشتغلوا اليد في اليد لبناء هذا المغرب الغد.